نناقش هذه الأمور مع السيد كامل الحرمي الخبير النفطي معنا من الكويت. مرحبا بك سيد كامل. يعني حاليا تصدر هذه التصريحات وكلمة اتفاق موجودة ولكنها مشروطة بأننا سنجمد إذا مستويات إنتاج يناير، ولكن على الآخرين أيضا أن يلتزموا معنا بهذا الاتفاق. هذا اتفاق مبهم، يعني مبهم. نعم، نحن نتكلم مثلا ها عن تجميد انتاج اوبك لانتاجها من نفط ليناير من العام الحالي او الشهر الماضي. هذا يعني الطلب من ايران والعراق بعدم زياده انتاجهم من النفط. وهذا ولكن ما اعتقد ان ايران والعراق ستوافق عليه، سيوافقون على هذا، يعني وهذا لان تكون الدول الأخرى لو سمحت، بس تكون الدول الأخرى في قمتها، دول أخرى من منظمة أوبك في قمتها من الإنتاج. ف يعني بس يعني كأن هذا مخطط، نعم، أو توجه إلى إيران والعراق. أعتقد إذا احنا نتكلم بأي معنى، بأي معنى سيد كامل هذه. بأي معنى؟ لا، بمعنى ان يا إيران، اسمح لي استاذ كامل عدم المقاطعه. الان تصريح من وزير الطاقه الفنزويلي يقول سيجتمع غدا في طهران مع وزيري ايران والعراق. يبدو كلامك فعلا يعني كانك انت معهم في الاجتماع. طيب نعم، شكرا. طب يعني هذا معناه انت متوقع، معناه مش ممكن يقوم بهالخطوه الا اذا يبدو شايف بصيص امل في الموضوع. لا شوفي، هي اتفاق داخل اوبك، فمعناته انت تحتاجين الى اتفاق بعدين يجتمعون في 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 فيينا. بس بغض النظر، اذا هذا الاتفاق يعني مثل ما شفتي يجب يعني نشوف مطالبه، يجب ان مثلا ناخذ راي ايران والعراق. احتمال، شوفي في احتمال اخر، ها يقولون او يتفقون على اساس يجمدون الانتاج حتى مثلا شهر 7 من العام القادم، من العام الحالي، يعني لمدة 6 أشهر يسوون فريز، بمعنى أن يعطون، لأن إيران ما راح تدخل أسواق النفطية حاليا إلا احتمال بعد قولي 4-5 أشهر من الآن. فعلا، ونفس الشيء للعراق. قد يكون هذا غرض، ها كان يكون هذا السبب، وتكونون يكون في يعني مثل ما يقولوا فريز، توقفينا لمدة معينة. والآن يبدو فعلا أستاذ كامل، اسمح لي، الآن يصرح وزير البترول السعودي سيدرس حتى الأشهر القليلة القادمة الخطوات لإعادة الاستقرار السوق. أنت كأنه أنت متواجد يعني في معنا ومع أنا وياك كاني كان أنا وياك للأشهر، يعني حتى بالنسبة لتبعات الأشهر، هل من المنكتب هذا الأمر؟ هل برأيك قابل للتحقيق؟ يعني باعتبار أنه الكل متضرر وعليهم أن يلتزموا بهذا الأمر، وخصوصا طيب بالنسبة لإيران، يعني إيران باعتبار أنها تدخل من جديد بقوة إلى الساحة النفطية، هل عليها أيضا أن تلتزم بهذا الأمر؟ لا، هي شوفي، لأن المصلحة النهائية إن قد نصل إلى معدل $40 في خلال قولي 24 ساعة 48 ساعة إذا تم الاتفاق. تخيل، لكن هل من الممكن الوصول إليه؟ هل من الممكن أن نصل فعلا في وقت قريب إلى $40 سيد كامل؟ إي ماكو مشكلة، لأن اليوم برنت عند 35، وهي بس أنت أول ما يقول في اتفاق خلصنا الأسعار ترتفع. بس الخوف، أنا أتمنى يمكن الحين يطلع عندك تصريح ثاني. نعم. أنا أتمنى يكون أيضا في فريز، يعني يوقفون السعر يكون عند معدل معين. الآن في تصريح، أنا اسمح لي يعني مضطرة أني أطلعك على التصريحات الأخيرة، وزير البترول السعودي يقول بأن السوق هي التي ستحدد أسعار النفط. انت واقفين لك ترى، يعني هم رادين عليك على كل استفسار، انت تقول نضمن الاسعار، يقول لك السوق اللي حتحدد. نعم. الله، انت افضل مستشار اعتقد، كان لازم تكون موجود في الاجتماع. مع انه الاسعار حاليا كامل تنازلت شوي، يعني نزلت عن مستويات الارتفاع، وحاليا النايمكس على اقل من $30، يعني كثير تراجعت الاسعار، عن ما تزال بالاخضر، ولكن مع ورود هذه التصريحات كيف السوق يتقبل هذه التصريحات؟ لان في تردد، يعني البارحه على طول ارتفع برنت حتى هذا الامريكي وصل 30، بس على مجرد تصريحات. اليوم في
اليوم في تردد فأكيد الأسعار تنخفض. فإذا مثل ما تشوفين لكن أنا أعتقد أن الأسعار ترتفع طالما أنه يقولون راح يكون في اجتماع في طهران مع الوزير النفط العراقي والإيراني ونحط مثل ما تشوفين تحطين فريز عرفتي تقولين والله أوقف سقف الإنتاج أوبك عند 32 الكل ما يزيد عن إنتاجه لكن أيضا التصريح ننطر لشهر 6-7 من العام الحالي إلى ما نشوف إمكانية إيران. طيب كما تسمع طيب متى راح تدخل أسواق النفطية وكذلك العراق متى راح يزيدون إنتاجهم أكثر وبعدين نتفق مرة ثانية. لكن أيضا أنا أتمنى أن يكون في اتفاق على 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 شو اسمه على السعر البرميل، إن السعر البرميل إذا وصل عند معدل معين والآن مرة ثانية والآن يا سيد كامل يردون عليك يقولون هم السعودية شايفة إنه السعر الآن لا يشكل أي مشكلة ويمكن للسعودية أنها تتأقلم مع هذا السعر الآن. طيب هذا عندك سؤال آخر أيضا للجماعة هل يعطي لكن يعطي انطباع أنه كانت تتأقلم مع هذه الأسعار معناتها بالعكس عم تعطي ردة فعل سلبية للسوق فعلا. يعني انه حتى لو كانت الاسعار منخفضه نحن معنا مشكله هم يقولوا لك كما قالت نهى يعني هذا السعر هم يتاقلموا معه معناته اذا اقل ممكن يكون مشكله فعلا لذلك السوق لا شوفي لا بس هذا السعر هذا السعر غير مناسب حق فنزويلا مو مناسب حق نيجيريا مو مناسب حق الجزائر مو مناسب حق العراق مو مناسب حق ايران هم ديلة عندهم السعر التعادلي بمعنى ان الميزانيه ما يكون فيها عجز عند معدل 80-90-110 دولارات فأنت وينك بين 40-90 دولار يعني أنا أعطيك مثال حتى نحن بالكويت يعني السعر التعادلي حوالي 70 دولار أو قولها 65 دولار بس نعم فالفرق شاسع فلهذا وفي نفس الوقت حطي بالك ترى اذا معدل سعر البرميل زاد عن 50 النفط الصخري يبتدي يقول الله بالخير ويبتدي ينتج مره ثانيه ها نعم وهذا اشكاليه يعني واضح انه فعلا حتى اسواق النفط بردود فعلها هي تقرا شيء يعني الى حد ما لا يعطيها الرضا الكامل يعني عن هذه التصريحات يعني كانت يعني الى حد ما منسجمه مع عند دخول لقاعات الاجتماع عند صدور هذه التصريحات المتتاليه خصوصا بالنسبه للتصريح الاخير للسعوديه عندما تقول ان ليس لدينا اي مشكله مع الاسعار الحاليه يبدو ان هذا الامر الى حد ما احبط اسعار النفط قليلا قيل انه في اجتماع اخر ربما سيكون فقط بين السعوديه وروسيا اليوم من بعد هذا الاتفاق ما الذي تقرا في اوراق هذا الاجتماع شوفي اذا فعلا انا شوف انت الحين مراسلكم قاعد يقول ان روسيا موافقه على معدل انتاجها لشهر يناير عدل إيه وبدهم يجمدون الأشهر القليلة القادمة. إنزين روسيا مثل ما تدرين ترى روسيا مثل ما تدرون هي دائما في أشهر الشتاء تخفض إنتاجها. لأن العوامل البيئية والمناخية في القطب الشمالي في سايبيريا وايد صعب عشان يكمل إنتاجه. فهذا حنتكلم يمكن عن معدل الشهر الحالي وشهر مارس لكن خلينا نكون انا اعتقد الاسعار راح ترتفع خاصه اذا شوفي حطي بالك نحط خطين اذا صار فعلا ان روسيا مأيده وموافقه على وقف التزام سقف الانتاج شهر يناير هذا مهم الاشياء الثانيه ما اعتقد انا مهمه عندي اقول لك صراحه سواء دخول ايران والعراق والعراق وايران مكبه نعم عرفت فاهم شيء اتفاق روسيا وهذه هي اللي تبي المملكه العربيه السعوديه ويعني معظم دول اوبك نبي نعم. التزام روسيا ما علينا ريس مثل ما تدرين يعني انا اعتقد ايران والعراق ما راح يجون على طول ويضخون هالنفوط هذه بهالسرعه هذه يبي لهم وقت يعني خل ايران تتخلص من النفوط الموجوده على ناقلات النفط في في العالم في المراكز النفطيه وبعدين نعم فهذا مريح يمكن تشوفين الاسعار راح ترتفع
إذا يعني هل هناك إمكانية يعني باختصار سيد كامل، هل هناك إمكانية فعلا أن يتفق الجانبان السعودي والروسي على ربما تجميد الإنتاج للأشهر القادمة؟ أنا أعتقد إذا خصوصا إذا هذا وزير النفط الروسي ألكساندر نوفاك قال أنا ملتزم معناتها في التزام. نعم نعم. أنا أعتقد السعودية راح تلتزم إذا صار في التزام من روسيا. ننتظر إذن هذه التصريحات. وما علينا من تصريحات رئيس مجلس إدارة روزنيفت اللي يقول لا أنا لازم أشاور الشركات الأخرى مش عارف إيش. لا لا لا, لا, لا. أنا أعتقد إذا صار في اتفاق إنها حكومة اتفاقات حكومية طبعا راح ترتفع. نعم. أشكرك سيد كامل الحرمي.